بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. هنقل لحضراتكم النهارده مباراه كره السله رجال الاهلي والجزيره في مباراه الجوله الثالثه في دوري السوبر لكره السله. المباراه ستقام الساعه 6، يعني بعد حوالي ساعه من الان ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره. المباراه مهمه لكلا الفرقين، هنقول لحضراتكم اهميه المباراه ايه، وهنقول لحضراتكم وضع كل فرقه ايه، خاصه انه الدوري متوقف بقاله كتير عشان المنتخب كان في تونس، فاذا حصل يعني امور كتير في كل فرقه، اصابات ولاعيبه راحت ولاعيبه جت، محتاجين نتكلم عنهم. بس في البدايه لازم ارحب بضيوف الاستوديو. منورني طبعا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي واحد رموز الجيل الذهبي للنادي الاهلي، معايا الكابتن اسلام علي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ومنور قناه النادي الاهلي. حبيبي ربنا يخليك. تسلم. معانا طبعا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق واحد النجوم الحقيقه اللي كانوا ليهم دور كبير جدا في التسعينات واوائل الالفينات، معانا الكابتن خالد مصطفى. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن عايز. منور قناه النادي الاهلي، يمكن اول مره تشرفنا. بنورك. اهلا بيك يا كابتن. كابتن اسلام، يمكن اجي ليك. مباراه النهارده الاهلي بياخدها تحت شعار الاهلي بمن حضر. النهارده عندنا اصابات كتيره، ولكن قبل ما نتناول الموضوع ده طبعا بالاسامي والتفصيل، كلمنا عن المباراه اهميتها لكلا الفريقين. اتفضل يا كابتن. اولا احنا مبسوط بالاستضافه طبعا، ومعاك في بيتنا في قناه النادي الاهلي، وكابتن خالد مصطفى منورنا. اول مره ان شاء الله تبقاش اخر مره يعني. بالنسبه للمباراه، اهميه المباراه يعني بالنسبه للنادي الاهلي اكتر بكتير من نادي الجزيره لكذا سبب. اول سبب على ملعب النادي الاهلي، فاحنا متعودين دايما ان انت لما تيجي تلعب ماتشات لو احتمالات الخساره وارده فيفضل يبقى بره ملعبك. الحاجه الثانيه ان انت متاخر في الترتيب عن الجزيره، انت 3 بونت من ماتشين، الجزيره 4 بونت من ماتشين. انت عارف ان بعد الراوند لما يخلص الاول بيلعب الثامن والثاني، فانت كل ما انت تبقى قرب الاول او الثاني بيبقى عندك افضليه ان انت تتاهل لدوري النهائي، طريقك يبقى اسهل. فبالظبط، فالماتش مفيش مجال للخساره بالذات على ملعبك، ممكن تعوض خساره بره. صحيح. حتى لو مع فرقه صغيره، لكن على ملعبك مفيش مجال للخساره. في غيابات؟ في غيابات. خلينا نروح للغيابات، بس المهم نوضح للساده المشاهدين. لا احنا نمسك كل حاجه بالتفصيل وكل حاجه، بس عايز برضو اخد راي كابتن خالد، اهميه المباراه من وجهه نظرك. يعني يمكن كابتن اسلام وضح نقطه مهمه جدا، وده كان شعار هو بيلعب، ما كانش يحب يخسر في ملعبه طبعًا. وانا عارف كده كويس قوي ان انت كنت تحب تكسب كل ماتشاتك في طبعًا. ملعبك، ولكن المباراه مهمه للفريقين، خاصه ان في طبعا نظام دوري السوبر. محتاجين الاول نوضح للساده المشاهدين النظام الدوري ايه، واهميه المباراه لكل الفريقين. هو طبعا يعني الاهميه بتاعه الماتش ده بالذات ان هي اولا فرقه الجزيره فرقه كبيره، وده بيدي ثقه للفرقه الاهلي ان هي يعني ده زي ما يكون مطب وهي بتعديه يعني. بالظبط يعني هي مهمه جدا. ماتش مهم وهيدي ثقه للفرقه طبعا، كل ما كسبت الماتشات الكبيره كل ما ادى ثقه للفرقه. برافو. اكتر. برافو. وبعدين كمان يعني الاهلي كان اخر بطوله كانت بتاعت الكاس السوبر، طبعا هو ما كانش له حظ في ان هو ياخدها، لكن طبعا في اخر ثانيه. فطبعا ده كان يعني استمراره بقى في دوري السوبر، في الدوري بتاع السوبر ده طبعا شيء مهم جدا ان هو يفضل من اول المشوار لحد اخره متصدر الدوري. طب كابتن، يعني دوري السوبر كم فرقه؟ 8 بيلعبوا رايح جاي، مظبوط؟ بالظبط. طيب بعد ما بيتم ترتيبهم بيحصل ايه؟ الثامن بيلعب الاول، والسابع بيلعب الثاني، والسادس بيلعب الثالث. هي يعني بتبقى بيلعبوا بعض من الاول للاخر، بيست اوف 3. بيست اوف 3. طيب وبعدين بيصفصفوا والخسران بيخرج. يعني دي دور اكس اي على طول، 3 ماتشات الاول بيلعب الثاني، يعني بعد الدور ده رايح جاي بترتب الفرق من 1 ل 8. انا فهمت من حضرتك كده. بالظبط. وبعد كده الاول بيلعب الثامن، وبعد كده بتبقى ادوار اقصائيه، وبتدي بقى سيمي فاينل وفاينل وهكذا. بالظبط كده. اذا المباراه مهمه في الترتيب ده. طبعا لان هو كل ما ترتيبه كان احسن كل ما هيقابل فرقه طبعا، يعني مش هيقابل فرقه زي مثلا فرقه كبيره، مش هيقابل فرق يعرف ان هو ياخد ترتيب منها كويس. بالظبط. مستريح ويبقى عنده. صحيح مشكلة. صحيح كلام حضرتك مظبوط. يمكن هو بيصب في نفس الاتجاه. تكمله للحته دي، الثمان فرق اللي في السوبر 8 ما فيهمش ماتش ضعيف. يعني انت ازاي كابتن؟ لا فهمني. هفهمك يعني، انت بالورقه والقلم الثمان فرق اللي في السوبر مين؟ اهلي، زمالك، جزيره، اتحاد، سبورتنج، سموحه، جيش، اتصالات. بصراحه الثمانيه جامدين. تمام. بالورقه والقلم الاتصالات اضعافهم فنيا، او يعني هي اللي تاهلت. الاهلي كسبها 5 بونت بالعافيه. لا هو يعني حته ان فرقه اقل احنا بنقول عليها نسبيا، ولكن في الواقع على ارض الواقع مفيش ماتش ضعيف. مش في الدور التمهيدي الاتصالات كسب الزمالك؟ ما انا بقول لك يعني مفيش. والجيش كسب الاهلي. مفيش جسم الاهلي في الجيش. صح. فما فيش ماتشات ضعيفه. القصه كلها ان انت ودي هنرجع لحته بقى الاصابات والاهلي بمنحدر. الجمله اللي انت قلتها في الاول دي انا مقتنع بيها تماما،
ان انت بتدي كل ماتش احترامه واهميته، بتلعب فرقه نسبيا اقل اكنك بتلعب فرقه كبيره، اكنك بتلعب نهائي دوري، مفيش مجال ان انا يعني اتهون او اريح في ماتش. النقطه كمان المهمه ان الترتيب، الفرقه اللي عايزه تكسب بطوله، الفرقه اللي عايزه تكسب بطوله لازم تتعود انها تكسب. بالظبط. بمعنى صحيح. ان انا اول زي تاني، يعني صحيح. في الترتيب اول زي تاني، صحيح. الاول هلاعب الثامن والثاني لاعب سابع، فبالورقه والقلم زي بعض، بس انا عايز ابقى اول. ليه؟ دي حاجات بتدي انطباع للفرقه اللعيبه من جواها ان انا بكسب بكسب بكسب. الخساره لما هتحصل حتى لو مش مؤثره في الترتيب ممكن تكون مؤثره نفسيا. صح. انا بقول لك الكلام ده، الفرقه البطل لازم يكون عندها الكونسبت ده او تخسرش. عايز اكسب حتى لو بلعب ماتش ودي، عايز اكسب. حتى لو، حتى يا كابتن خالد لو انت يعني كابتن اسلام لو انت شايف انه الماتش ده مش مؤثر معايا في حاجه يعني. بالظبط. بس لازم اكسب برضه. مش مؤثر طبعًا. لكن الاهميه النفسيه مهمه جدا في فرقه بتلعب صحيح. على بطوله، ده اللي اقصده. تكمله لكلام كلام طيب. صح 100%. احنا واضح ان حضراتكم متفقين انه المباراه مهمه جداً. حتى لو هي طبعا لتحديد المراتب ويمكن تداركها، ولكن هي في الاول والاخر مهمه لترتيب الايه. طيب احنا اتكلمنا في الاطار الخارجي او الفريم الخارجي للمباراه. هنروح شويه دبلي مع الناس اللي طبعا الساده المشاهدين والناس اللي بتتفرج علينا، نتكلم عن المباراه ووضع كل فرقه. يمكن ابتدي معاك كابتن اسلام. في غيابات في نادي الاهلي كتير جدا، وغيابات من الصفقات الجديده والصفقات المهمه. نادي الجزيره رحل عنه اثنين مهمين السنه اللي فاتت. كلمني كده من وجهه نظرك الفرقتين وضعهم ايه قبل المباراه بالظبط. انا هرد على سؤالك بس قبل ما ارد على سؤالك هقول لك ان الموضوع ملوش علاقه لا بصفقات ولا بغيابات ولا باصابات ولا لعيبه مشيت ولا لعيبه مشيتش. الموضوع كله عباره عن ادائك في الملعب وتوفيق ربنا طبعا، يعني في اليوم عامل ازاي وانت محضر للجيم ازاي. اهنيك يا كابتن، لان انا بامانه نفس مبدأك. هم خمسه قصاد خمسه، ما لهاش علاقه. عندنا ايدين ورجلين، وانت كان مبدأك كده كابتن خالد وانت بتلعب. بالظبط. كنت ما شاء الله يعني ويل بيلد وعضلات وبتاع، فكنت انت باثنين يعني، انا احسبك واحد مش كده. بس كان انه كان مش مهم بلاعب مين، الفرقه ناقصه مش ناقصه، اصابات غيابات، خمسه قصاد خمسه. واكم كتير حصل في حياتنا في تاريخنا في مشوارنا ممكن نبقى عندنا اصابات او قليل او فرقه جايه لعبنا كامله بنكسبها، والعكس بيحصل. الموضوع كله عباره عن تركيز واحترام للفرقه، تحضير للمباراه، وتوفيق ربنا طبعا قبل كل حاجه. والدفاع يا كابتن. بس الدفاع. فلو هنتكلم بقى فنيا جوه الجيم، هنتكلم فنيا جوه الجيم طبعا. فريق نادي الجزيره باعتباره الضيف يعني لازم ارحب بيه واقول اسمه الاول. فرقه تقريبا متكامله يعني، بدايه من كابتن فرقه عاصم الجندي، احمد اسماعيل، علي خيري، عبد الرحمن شريف الجندي، رميح سامح، اسلام علي سيد، وليد عبد الجواد، زياد صقر ده من المتصاعدين ابن كابتن احمد صقر، معتز عكاشة، سيف شريف الصناديلي برده من المتصاعدين، محمد احمد اللي هو جيزه. محمد احمد اللي هو جيزه، الاسم الشهره بتاعه جيزه. وفي ايمن شوكت واحمد سامي. ايمن شوكت ده كان لاعب نادي الاهلي، هو احمد اسماعيل، وراحوا نادي الجزيره من احدى صفقات. جيمس جاستس المحترف الامريكي، انا من وجهه نظري هو واليكس يونج اعلى اثنين محترفين في الدوري. يعني النهارده نتمتع بوجبه امريكيه في كره السله. طبعا ما فيهاش كلام. ازود بس حته لجيمس جاستس شويه، انه ممكن يكون بيدافع شويه عن اليكس. شفته يا كابتن في الماتش؟ شفت يعني شفت جاستس لعيب اشول، لعيب اشول وشويت ودشر، ودي من الحاجات القليله. وبيدافع يا كابتن زي ما بيدافع. دي من الحاجات القليله يعني، لما بلاقي امريكان بيدافع محترفين عموما، انت محترف عموما في كل الدوريات العربيه ما بيكبر دماغه، بيبقى راح يعمل سكور بس، بيحط سكور بس، ده بيدافع من وهو مع كابتن اشرف في سموحه. طيب اعزائي المشاهدين، بنذكركم تاني ان المباراه سواء الاستوديو التحليلي او المباراه منقول على الهواء طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، وايضا على قناتنا على اليوتيوب، وايضا صفحتنا على الفيسبوك. يا ريت اللي مش هيقدر يتفرج علينا على شاشات التلفزيون عنده فرصه كويسه من خلال الانترنت يقدر يتفرج من خلال صفحتنا طبعا على الفيسبوك او قناتنا على اليوتيوب. واكيد ان شاء الله اكيد هيستمتع النهارده. النهارده عندنا مفاجآت وعندنا امور، وهنجيب لكم حاجات وكل حاجه من جوه الملعب، هكون معاك وهكون بين ايدين حضرتك. ويمكن كابتن اسلام حضرتك استعرضت فريق الجزيره، احنا كل شويه بنقرب يعني، بنيجي من بره بنقرب. تمام. احنا بنتكلم ايه عن تشكيل الفرقه. طب كابتن خالد ممكن تقول لنا تشكيل فرقتنا النادي الاهلي كده سريعا؟ النادي الاهلي عمرو الجندي، محمد مصطفى مودي، ايهاب امين، اليكس يونج، بس ايهاب امين النهارده المفروض مصاب. اليكس يونج، احنا نقول المجموعه كلها القايمه وبعد كده هنطلع منها المصابين ان شاء الله. بالظبط. اليكس يونج، احمد السرعاوي، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، احمد مهيب، عبد الفضيل ابراهيم، محمد ابو النصر، احمد حمدي، عبد الله ناصر، عمر طارق، حاتم البحيري. وناشئين محمود وليد، عمرو علاء زهران، ومالك ياسر مفتوح، مؤمن خيري، معتز حسني.
ما شاء الله يعني متهيألي يا كابتن برضو يعني حتى لو في مجموعه من الاصابات ما شاء الله الفرقه بالناشئين فرقه محترمه على البنش كويس. طبعا الفرقه الحمد لله فرقتنا يعني فرقه متكامله فيها كل العناصر وفيها كل البوزيشنز وفيها يعني المهارات الفرديه بتاعه اللعيبه كويسه جدا في كل البوزيشنز سواء في بره او جوه يعني الحمد لله عندنا فرقه يعني متمرنه كويس. تاني دي قايمه كده كابتن عمرو الجندي، محمد مصطفى، مودي، اليكس يانج، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي بالرقم طبعا رقم الفانيلا موجود والمركز بتاعه. هنكمل محمود وليد، معتز حسني طبعا الوافد الجديد معتز حسني، ومحمد ابو النصر، وعبد الله ناصر، وعمرو زهران، وحاتم بحيري. يمكن كابتن خالد لسه قايلهم دلوقتي. طب كابتن خالد عند حضرتك فكره مين مصابين النهارده؟ خمس مصابين مين؟ هو في ايهاب امين مصاب رجع للمنتخب مصاب. رجع للمنتخب مصاب في الانف. وعندك عمر طارق مصاب. احمد حمدي سمعت برضو احمد مصاب. حمدي بالظبط. وفي ابو عبد الفضيل برضو لسه بالزبط. مصاب بالظبط. ومين تاني؟ خمسه مصابين. خمسه في واحد خامس. ايهاب وعبد الفضيل، ايهاب وعبد الفضيل واحمد حمدي وعمر طارق السلعاوي والسلعاوي طبعا. خمسه، هم خمسه مصابين. خمس مصابين يعني قصدي اقول لك انه برضو خمسه من قائمه 15 يبقى 10 وهياخد اثنين. وهياخد خمسه. الخمسه لعيبه مهمين طوال. بس هرجع برضو لنفسي كلامي يا كابتن هيثم، انا مش مهم انا ناقص مين ولا زايد مين، ما انا ممكن ابقى قايمه كامله واخسر. الموضوع مش 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 نقص عددي ولا اصابات، الموضوع تحضير للجيم واحترام الفرقه اللي بلعبها. صحيح. وهي زي ما انت بتقول احنا في الملعب وزي ما بتقول راجل لراجل ودفاع. طب يا كابتن يعني انا برضو عايز اتكلم مع حضراتكم في حاجه، يمكن ابتدي معاك يا كابتن. ساعات بيبقى الملعب ملعبك بتلعب عليه بيبقى عبء عليك انت يعني. شوف يعني كابتن اسلام قال كلمه حلوه جدا، قال لك مش ما ينفعش اخسر في ملعبي والكلام ده كله. لو اللعيبه خبراتها قليله بيبقى الموضوع ده عبء نفسي رهيب. طبعا شايف ده ازاي يا كابتن؟ طبعا لان انت بتلعب على ملعبك، فانت بالديفولت كده انت حاسس ان انت عليك ضغط لان انت على ملعبك ما ينفعش تخسر. حته ان انت على ملعبك ما ينفعش تخسر دي اصلا دي بتعمل دي يعني عبء نفسي على اللعيبه وعلى الجهاز الفني. طب نتحرر ازاي من ضغط النفسي ده كابتن؟ ان انا افوكس في الملعب، ان انا اركز في الملعب. ملعب. دي تيجي بخبره ملعب والتكرار. ان انا ابقى مركز في الملعب، مركز في الجيم، وعارف انا هعمل ايه. عارف انا هعمل ايه، عارف انا هعمل ايه، عارف انا هعمل ايه، وايه الاستراتيجي اللي انا هلعب بيها. والفوكس التركيز هو اللي بيخليك ان انت خلاص بتنسى كل بقى الضغوط وكل حاجه. بتبقى مركز في الجيم، بتبقى مركز، انت عارف متذاكر الفرقه اللي قدامك كويس، عارف انت هتعمل ايه. ده طبعا بيخليك، ومجرد ما بتخش طبعا بقى الجيم بيبدا واللعيبه بتخش جوه الملعب خلاص المفروض ان هي تنسى حكايه الضغط النفسي والكلام ده كله، خلاص انت جوه الملعب فانسى بقى كل اللي بره. طب يا كابتن برده حته بقى فنيه، ساعات بيبقى برده الضغط النفسي ده بيأثر. انت كنت لعيب شويت كابتن اسلام برده كان لعيب شويت، انتوا الاثنين ما شاء الله يعني ايه احنا بره التاتا بونت. كانش بيبصي لي، كان بيشتغل بيشوط هو بيبصي لي. هو احنا بره التاتا بونت هو كان بلاي ميكر وكانش بيبصي لي. ما كانش بيبصي لك. لا بس انا هنا برده ايه، لا هنا هيبصي لك بقى خلاص. هو خلاص هو بس هي الفكره كلها انه ايه، انه نسبه التصويب من الخارج اوقات كتيره جدا بتتاثر بالضغط ده. يعني ساعات لو تفتكر يا كابتن كنا في ملعبنا ونجلي في حين بالزبط. ان الضيف يجيب بالظبط. فممكن النهارده يحصل. طبعا ممكن يحصل عادي جدا. ما هو زي ما انت عامل ضغط على نفسك ان انت ما ينفعش تخسر ملعبك، هو برده جاي بيقول انا لو خسرت هديني خسرت بره ملعبي، بره ملعبي مرتاح. فبيشوف مرتاح. الحاجات دي بتخليه هو ممكن يعني ايه، يعني طبعا التوفيق في الاخر بتاع ربنا، بس هو ممكن يكون بيشوت اهدى. مش متوتر قوي. لو خسر مش مشكله. فاكر احنا لما كنا نقعد نقول يا جماعه هو في احنا بنجلم لعبنا ليه؟ فاكر بنبقى محملين نفسنا، محملين نفسنا ضغط اكتر من ضغط الجيم نفسه. الجزء ده ان انا اخسر على ملعبي وسط جمهوري وسط اعضاء النادي وده طبيعي. بس دي ممكن مع الخبرات المتراكمه تروح، خاصه ان فرقتنا يا كابتن برضو فيها كذا جيل. لا هو مش بس كذا جيل، ده في نقطه كمان ممكن القصه دي مش في دماغهم اصلا. انت عندك ثلاثه جايين من دوري جامعات امريكاني. اللي هو مثلا ايهاب امين، معتز، محمد حمدي. محمد حمدي الثلاثه دول الملعبين بالنسبه لهم غرب، يعني سواء لعب في الاهلي او في الجزيره مش فارق معاه، هو طول عمره بره. تمام. عندك اثنين مهمين، وعمر طارق بس عشان مصاب مش هيلعب، عمرو الجندي جاي بيلعب ضد فرقته حافظهم. فانت عندك خمس لعيبه، المعايير اللي احنا بنتكلم فيها دي مش فارقه معاهم قوي. صحيح. لكن احنا بنتكلم بشكل عام. صحيح. طب كابتن خليني استعرض معاك جهاز فني نادي الجزيره المحترم طبعا بقياده الكابتن الكرداني، منتخب مصر. وعلى فكره الكرداني كان لاعب نادي الاهلي. لعبت معاك يا كابتن خالد؟ لا انا كنت انا بطلت وهو وهو كان لعبت معاه سنتين. لعبت معاه سنتين. انا لحقته سنه. لحقت الكرداني سنه في النادي الاهلي. بس احنا لعبنا معاه في المنتخب يعني سنين يعني، وقصاد بعض من احنا صغيرين يعني. فاكر يا كابتن، هفكرك بحاجه، انا اسف اخبر الموضوع بس. فاكر يا كابتن
طب خلينا لا نخرج بره الموضوع كتير. لا لا احنا بقى مش احنا النهارده لا بس خلينا طالما عرضنا بقى وزمايلي عرضوا الجهاز الفني لجنادي الجزيره خلينا بقى كده نطلع. لا لازم نخرج كذا مره بره الموضوع. هم جايبين لك ينسون هناخد الجزيره وبص وانا معاك هنخرج زي ما هم جايبين لك ينسون وجايبين لنا ميه ده. طب لا عادي عادي انت فرق انت اللي طلبت. طب اتفضل يلا قول لي بقى الجهاز الفني. كابتن محمد الكرداني مدير فني طبعا. كابتن احمد صقر حبيبنا كلنا المدرب العام. كابتن علي درويش مساعد مدرب. ده الجهاز الفني. والثلاثه لعبوا في نادي الجزيره. الثلاثه لعبوا طبعا. يعني احمد صقر كابتن منتخب مصر طبعا ونادي الجزيره سنتر مصر العظيم. وعبد العال درويش برضو اشيك اربعه جت في تاريخ مصر بصراحه. عبد العال كان بيمسكنا يا كابتن اسلام ده كان يعني طلع عيني والله العظيم. عبد العال كان لعيب ديفندر. اتفضل يا كابتن. دي حقيقه. الجهاز الفني كرداني صقر عبد العال. الجهاز الاداري كابتن اشرف سعيد. الدكتور اخصائي علاج طبيعي دكتور محمد طاهر. كابتن محمد علي مخطط احمال ودي برده من الحاجات اللي كابتن محمد علي ده كان برده النادي الاهلي كان اشتغل معانا. كابتن محمد عاصم خالد محلل فني واحصائي. محمد عصام خالد. محمد عصام خالد اسف. كابتن بيش حاتم المهمات. ده الجهاز الفني لنادي الجزيره. طيب خليني يا كابتن خالد استعرض مع حضرتك الجهاز الفني للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. كابتن اشرف توفيق طبعا. كابتن اشرف توفيق مدير فني. كابتن سيد مصطفى المدرب العام. وكابتن احمد الجرحي مدرب عام. علاء لطفي محلل فني. طارق الغنام مدير اداري مع حفظ الالقاب طبعا. وليد الخراط اداري. نادر خزام اخصائي تغذيه. احمد عادل طبيب الفريق. هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي. محمود حمدي مخطط احمال. محمد عيسى اخصائي مساج. حامد الكاس مهمات. يمكن يا كابتن النادي الاهلي النهارده او يعني السنه دي والسنه اللي فاتت بدا يبقى فيه تخصصيه في الجهاز الفني. يعني بدانا نشوف اخصائي تغذيه. بدانا نشوف طبيب. وبقينا نشوف اخصائي علاج طبيعي. كان زمان لو حضرتك تفتكر كان بيكون مع الفريق اخصائي علاج طبيعي وكان بيبقى فيه دكتور واحد لكل الالعاب. النهارده شايفين طبيب دكتور احمد عادل من احد اكفأ الاطباء الحقيقه اللي انا شفتهم بيعملوا في هذا المجال. بالظبط. يعني فاذا دي طبعا لقطات حيه من ارض الملعب يا كباتن. تسخين طبعا مباراه من غير جمهور. وبنكرر تاني المباراه من غير جمهور والمباراه ستقام من صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اتفضل يا كابتن خالد. انا اسف بس طبعا لازم نعيش الساده المشاهدين طبعا في الاجواء. اتفضل. طبعا يعني ده كمان ده هو المفروض يعني يعني زياده على التخصصات دي كمان المفروض يبقى في تخصص لعلاج نفسي او تخصص نفسي في بس مش تخصص للفرقه. ما هو لازم كل فرقه يبقى معاها الاخصائي النفسي بتاعها. العامل النفسي ده مهم جدا طبعًا. ده اللي بيدي الثقه للعيب وبيخلي اللعيب يعني يتغلب على اي سلبيات او اي مثلا ماتش ولا وحش لعبه. لان بيبقى في عامل نفسي كبير على اللعيب لما بينزل مثلا يلعب ماتش وحش ولا ينزل يحس ان هو كان سبب في خساره الفرقه في حاجه. دي بتبقى محتاجه طبعا حد يعمل يعني ريكفري للموضوع النفسي ده مهم جدا يعني. طبعا طبعا يا كابتن خالد. كابتن اسلام اجي لك يمكن زي ما قلت لكابتن خالد التخصصيه في الجهاز الفني. والموضوع ده ما بنشوفوش كتير. ده من النادي الاهلي هو السباق في هذه الامور ودايما النادي الاهلي هو اللي بيسارع انه يقدر يجيب التخصصات الجديده ويضمها للجهاز الفني. شايف ده ايه في وجود المجموعه الكبيره دي في الجهاز الفني؟ مسؤوليه كبيره برضو. يعني هو ميزه ان كل واحد مسؤول عن حته صغيره مركز فيها قوي. انما اجمالا هي مسؤوليه كبيره على الجهاز بالكامل باللعيبه ان النادي موفر لك كل حاجه حتى التفاصيل الصغيره حتى بتاعه التغذيه حتى بتاعه احمال. الطبيب لوحده وعلاج طبيعي لوحده. يعني اللعيب اللي لا قدر الله بيتصاب بيبقى عنده طبيب يشخص وطبيب ينفذ برنامج تاهيلي كامل. فالتفاصيل دي مهمه ولكن هي بتحط عبء كبير على اللعيبه ان النادي موفر لك كل حاجه. فانت صحيح يعني ودي لقطات برضه يا كابتن اسلام من ارض الملعب. مودي الجرحي اهو ابراهيم الجمال. شفنا من شويه عمرو علاء زهران نجم الكابتن علاء زهران او ابن النجم الكبير كابتن علاء زهران عضو اتحاد السله. عندنا طبعا زي يعني كلمني برضو كلمني عن اللقطات دي يعني قول لي اللعيبه دي يعني علق لي على الصوره. انا بس عايز اعلق على الخمس لعيبه او ست لعيبه الناشئين اللي كابتن اشرف حاططهم في السكور او بره السكور. انا عندي في الفرقه. بص يا كابتن معلش اللقطه دي طبعا ده معلقنا الكابتن احمد مناع بيتقاس درجه الحراره في ارض الملعب. عندنا بس المفروض الكلام ده على باب الملعب. لا ده بيتقاس تاني يعني جوه الملعب. لا بيتقاس على بره الملعب وبيتقاس تاني جوه الملعب. يعني احنا الفريق الاعداد هناك قال لي قبل ما يخشوا الملعب كان كل الفرقه قايسه درجه حراره. وتاني دلوقتي بتتقاس لهم درجه حراره قبل المباراه. طبعا سيف سمير متابعه. ده سيف سمير طبعا معانا. وزي ما حضرتك شايف حتى الجهاز الفني حتى مسؤول المهمات ايضا بيتقاس درجه حراره. لقطات حلوه يا جماعه واجواء جيده. كابتن اسلام برضو يمكن احنا حضرنا الصاله قبل تطويرها
بعد التطوير عايزك برضو تقول لي الدنيا ايه، الارضيه ايه انت برضو بتمرن عليها. اتكلم بصراحه، انا شايف ان طبعا حصل تطوير وحصل اهتمام بالارضيه، ولكن الافضليه باركيه. ما هو يا كابتن باركيه مشكلته ايه؟ باركيه مشكلته انه الطايره واليد مش عايزينه. لا المعلومه دي مش صحيحه. يعني ما هو احنا بنشوف ملاعب العالم كله حتى كره اليد ما لعبوش يا كابتن، بطوله العالم ما لعبوش. احنا لما يبقى في عندنا صاله زي دي وفي بطوله زي الفولي بيعملوا ايه؟ النادي بيعمل ايه؟ بيفرش ايه؟ بيفرش لا بيفرش بساط. ده كابتن اشرف توفيق اهو بيفرش بساط صح؟ اشرف توفيق يعني لما يبقى في بطوله فولي بيفرش بساط. بساط ماشي. طب ما نفرش باركيه برضه. بفرش بساط مش عشان اغير الارضيه، بفرش بساط عشان يبقى ملعب فولي بس. تمام فهمت قصدك. العالم كله فيما عدا الهاندبول، بعض البطولات الاولمبيه او العالميه سواء كاس عالم او اولمبياد بيلعب على تريفليكس، لكن حتى المسابقات الداخليه في العالم كله على باركيه، باسكت فولي هاندبول. بس يا كابتن احسن من قبل كده، قبل كده كانت مشكله كبيره. تخيلت حضرت الملعب فاكره احسن كان انت نفسك كان ناشف قوي. كان ناشف قوي. انت عايز الاحسن ولا الامثل؟ لا احنا بص الامثل طبعا الباركيه، بس خلينا مش انت بتمرنش لوحدك في الصاله. المهم خلينا نطلع نتجاوز النقطه دي، لان احنا ايه عايزين برضو ايه الناحيه الفنيه اكتر نعيش الناس فيها. فاحنا بنتكلم على تخصصيه الجهاز الفني خلاص، هنروح على اللاعبين. انا عايز اقول حتى في موضوع اللاعبين، انا عندي في القائمه اللي موجوده مع كابتن اشرف سواء جوه ال 12 او بره ال 12 حاجه مهمه جدا وكويسه. ادي 1 2 3 4 5 لعيبه تحت 20 سنه معايا في فرقتي انا 20 سنه، فيهم واحد او اثنين في السكور كمان. والباقي ممكن يكونوا مش في السكور بس بيتمرنوا مع الفرقه بقى لهم ممتاز. 1 2 3 3 لعيبه من فرقه 18 سنه، فيهم واحد عبد الله ناصر في السكور موجود شفناه دلوقتي، محمود وليد ومؤمن طارق خيري لعيبه على اعلى مستوى، انا مصعدهم اصلا 20 لعيبه. المجموعه اللي انا قلت اسميها دي غير ان هم لعيبه يعني فنيا عاليين، لعيبه بتلعب بثقه، يعني يقدر يلعب جيم زي النهارده وكانه بقاله 15 سنه بيلعب. عندهم ثقه جدا اللعيبه دي بالكامل، حتى لعيبه تحت 18 سنه اكتسبوها فرقه جدا جدا، وكابتن اشرف حاسس بالكلام ده وبيديهم مساحه جوه التمرين، واللي يقدر يزقه في الماتشات بيزقه. النهارده عبد الله ناصر موجود، انا ما خدتش بالي من ال 12 فيهم عبد الله بس ولا حد تاني من الصغيرين. لا احنا شفنا عبد الله ناصر بيسخن وشفنا عمرو علاء زهران بس. هل هم دول ال 12؟ احنا انت عارف كابتن اشرف توفيق بيقول ال 12 يعني ايه قبل الجامبول قبل الجامبول ممكن بعد الجامبول يغير لعبه. كابتن اشرف تمام سياسته او فلسفته انه بيعلن على ال 12 قبل المباراه مباشره. طب كابتن خالد اجيلك يمكن النهارده في تحدي الاستاذ وتلميذه. هنشوفها في لقطتين. هنشوف كابتن اشرف توفيق مع محمد الكرداني مدير فني الجزيره وهو اتمرن تحت قياده الكابتن اشرف توفيق سواء في النادي الاهلي او في المنتخب. فاذا الاستاذ وتلميذه على مستوى الجهاز الفني، وايضا اللاعبين ايضا عندنا عمرو الجندي وعاصم الجندي وعبد الرحمن الجندي. طب عاصم الجندي ابو عبد الرحمن بره التشكيل ويعني بيبلغوني. فعاصم الجندي هو كابتن فريق الجزيره وعمرو الجندي يعتبر يعني يعتبر اكبر يعني اللاعبين موجودين دلوقتي. اخو كبير. شايف ده ازاي؟ شايف اللقطه دي ازاي؟ هو طبعا هو بانت قوي لما عمرو الجندي ساب الفرقه، يعني تحس ان هم كان في هارموني ما بينهم او كان في ثلاثه يعني زي ما تقول مرتبطين ببعض جدا. لما واحد منهم مشي دي حسيت ان هي اثرت عليهم كلعيبه شويه. بس عاصم عامل موسم كويس. عاصم كويس وبيشوط كويس قوي من بره. لكن عمرو طبعا كان مؤثر برده، يعني الحمد لله ان هو لما جه عندنا يعني طبعا نقل كل الخبره دي لفرقتنا وافاد يعني فرقه النادي الاهلي بصفه كبيره. انا شايف ان هو مكسب كبير بصراحه في الفتره اللي فاتت. صحيح. دي لعيب عنده مميزات كتير جدا وعنده ثقه عاليه جدا. صحيح. ودي مهمه جدا. صحيح. خلينا كابتن برضو اعترض يعني نستعرض الصفقات الجديده لكلا الفرقتين خاصه النادي الاهلي السنه دي كان موسم تاريخي ليه. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستعرض كل فرقه ايه صفقاتها السنه دي، ايه اللعيبه اللي انضموا اليهم جديد، ولكن بعد الفصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم تغطيتنا الحصريه والمستمره لمباراه كره السله ما بين النادي الاهلي ونادي الجزيره في دور او في الدوري السوبر في الدور الثالث. دي ثالث مباراه لكل كلا الفريقين. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ستقام في الساعه 6 يعني تقريبا بعد حوالي نصف ساعه من الان. خلينا استعرض مع ضيوفي كابتن خالد مصطفى طبعا والكابتن اسلام علي. كابتن اجيلك كابتن اسلام، يمكن تاني عايزين نكرر للساده المشاهدين، عندنا غيابات مؤثره، عندنا مجموعه من اللاعبين 6 لاعبين غايبين عن النادي الاهلي، وفي مجموعه من الجزيره ايضا غايبه. خلينا استعرض مع حضرتك اللعيبه اللي غايبين النهارده من الاهلي. اتفضل يا كابتن. احنا قلنا ان المصابين كنا قلنا في الاول ان هم 5، زاد عليهم احمد مهيب، جات لنا معلومه ان هو ده السادس. بس الموضوع يطمن في ايه؟ ان اللي دخلوا مكانهم لعيبه زي ما انا قلت قبل الفاصل، اللعيبه هم ناشئين بس عندهم ثقه عاليه جدا ومتعودين على الاجواء دي. فرقه 20 سنه فرقه قويه، عندي فرقه نادي 20 سنه فرقه قويه، ولعبوا الولاد لعبوا اصلا منتخبات ولعبوا كاس عالم، فرقه قويه، فيقدروا يلعبوا الماتشات الكبيره دي بارتياح. مفيش مشكله، يقدر يلعب، ما عنديش مشكله. يعني عندي مثلا عمرو زهران، ملك الفتوح، حتى كمان في بودي حسام بلي ميكر اساسي عندي في فرقتي في 20 سنه. ممتاز. طبعا هي ممكن يكون الظروف مساعده عمرو ملك اكتر في الغيابات الجاردات غير بودي، انما بودي اصلا بقاله 4-5 سنين بيلعب في الفريق. طب الاول الجزيره يا كابتن في غيابات؟ انا سامع برضو حضرتك كنت بتقول لي في الفاصل عن مجموعه من الغيابات في النادي. لا الجزيره ما فيهاش غيابات قوي، القايمه كامله ما فيش غيابات. بس برضو انا قلت في الاول حتى لو ما فيش غيابات الموضوع مش قصه غيابات، فرقه الجزيره كامله ولكن الموضوع مش بكمال الفرقه ولا من اصلا، الموضوع ازاي ربنا يوفقك طبعا وازاي انت محضر للجيم. والشيء بالشيء يذكر، انت يا كابتن مدرب ومدير فني منتخب الشباب في النادي الاهلي، وبالمناسبه احنا بنبارك لك طبعا على فوزك بالدور التمهيدي بكله كله. كان في من ضمنه طبعا مباراه نادي الزمالك اللي خلصت تقريبا 25 نقطه 23 نقطه. فبنبارك لك على الهوا 183 صح كده؟ شفت انا مذاكر ازاي؟ وطبعا فريق الاعداد عندي ربنا يديهم الصحه. يعني ماتش الزمالك ده من يعني كان مهم جدا في حاجات كتير جدا جدا، اهمهم السكه اللي بعد كده. السكه بقت ان انا خدت اول مجموعه، سكتي للنهائي متوسطه، مش هقول ضعيفه ومش هقول جامده، انما لو لا قدر الله كنت خسرت الماتش ده كنت هروح في سكه ثانيه خالص، ممكن ما اعرفش اوصل النهائي. طب انت عرفت اللي بعد كده تلعب؟ طبعا عارف، السكه اصلا محدوده من الاول. طب انت المجاميع وهي محطوطه. طب مين بقى كابتن؟ في الراوند الثاني هيبقى معايا يا جيش يا جزيره الورد، بس اللي هي الفرق المتوسطه. الناحيه الثانيه مفرمه. الناحيه الثانيه كنت رايح لسبورتنج واولمبي وجزيره، وانا بقيت مكان الزمالك هو اللي مكاني. فالثلاثه الثانيين زمالك اولمبي سبورتنج، زمالك اولمبي سبورتنج، الثلاثه دول الثلاثه اصلا اي حد فيهم ممكن يكسب البطوله. صحيح. وفي الاربعه دول اللي هيتاهلوا هيتاهل منهم اثنين بس. انت الف مبروك، انت يعني كابتن خالد كمان بيقول لك مبروك، انت مجتهد وبتعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا يكرمك. لا هم بصراحه كانوا رجاله في الماتش ده بصراحه، يعني ان شاء الله نشوفك مع منتخب مصر قريب يا كابتن. كابتن خالد طيب، حضرتك كنا بنتكلم على احنا دي الجوله الثالثه. الفرق كل فرقه لعبت ماتشين بالظبط، ممكن حضرتك تقولهم لنا يا كابتن خالد؟ الاهلي لعب اول ماتش مع مصر الاتصالات وكسب 73-68، وخسر الماتش الثاني من طلائع الجيش 78-76. تمام، يعني كسب مباراه وخسر مباراه. طيب نادي الجزيره يا كابتن؟ نادي الجزيره لعب اول ماتش مع سبورتنج كسب فيها 81-71، وتاني ماتش لعبه مع مصر الاتصالات والنتيجه كانت 90-85. يعني افهم من كلامك ان مصر الاتصالات لعبت الفرقتين بالظبط واحرجت الفرقتين يعني، والاثنين كانوا كلوز جيم. فمعنى كده اللي قاله كابتن اسلام في اول الاستوديو انه ما فيش فرقه قويه وفرقه ضعيفه. وعلى فكره برضو ده لقطات من ارض الملعب، برضو الجزيره ايرو الفاتحه وبرضو فريق النادي الاهلي. برضو يا جماعه عايزين يعني ايه برضو نجيب الصوره حب على فريق الجزيره عشان نقدر نعرف برضو التشكيل حتى من اللقطات اللي بتجيلنا. فلو الزملاء في ارض الملعب نقدر يعني نجيب شويه لقطات كلوز على اللعيبه في نادي الجزيره. كابتن خالد يمكن جولتين مش كافيين انت تعرف مستواك، يمكن نادي الاهلي فاز ببطوله المرتبط بعد طبعا ماراثون كبير جدا حضرتك تابعته. وكان لنا الشرف ان احنا زعناه في قناه النادي الاهلي، وجي بعد كده ماتش السوبر خسره في اخر ثانيه بالرغم ان احنا كنا الاقرب للفوز. جولتين في دوري السوبر مش مقياس بتهيألي يا كابتن؟ لا لا مش مقياس طبعا، طبعا لسه في الاول، يعني لسه في الاول، لسه عندك لسه جولات كتير يعني. 14 مباراه. بس طبعا يعني كل ماتش انت بتخسره طبعا يعني، هو انت يعني مش ممكن هتكسب كله يعني، مفيش فرقه عمرها تفضل طول عمرها بتكسب يعني.
لكن طبعا يعني كل ماتش انت بتخسره برضو انت يعني بيبقى في ميزه ان انت بيعرفك اخطائك ايه، بيعرفك ايه نقط ضعفك تقدر تشتغل عليها. فيعني الخساره والمكسب ده طبعا يعني شيء وارد طبعا، بس جولتين الدنيا يعني بتهيألي لسه بدري، لسه بدري لسه بدري ما تقدرش تحكم دلوقتي يعني. صحيح. بس اوريدي احنا في نص الدوري خلاص يعني، احنا لعبنا دوري مرتبط ولعبنا سوبر ولعبنا، فاوريدي الفرقه برضو مفهوم ان هي يعني منافس اساسي على الدوري طبعا. يعني هي والاتحاد السكندري طبعا يعني هم دايما هم اللي في الاخر الموضوع بينحصر ما بين فريق النادي الاهلي وفريق الاتحاد السكندري. صحيح يعني هو الموضوع بقاله سنه كده، بقاله سنه هو الباسكت كده، الباسكت كل سنتين تلاقي فرقه طالعه او فرقتين طالعين هم اللي بيتنافسوا على البطوله. صحيح يا كابتن خالد. طب كابتن اسلام، يمكن شايفك بتركز في اللقطات عندك تعليق على حاجه؟ لا انا يعني شكل الفرقه في التسخين واضح ان هي مركزه جدا، والكلام اللي احنا بنقوله احترام الفرقه واضح باين في عينيهم، باين في تركيزهم في الفرقتين يا كابتن. في الفرقتين، بس انا طبعا يعني احنا منحازين اكيد طبعا فرقه النادي عندنا طبعا، لان كمان لما تيجي تبص للترتيب حاليا هتلاقي الزمالك والجزيره فرق 4 بونت، الاتحاد والاهلي والجيش وسبورتنج 3 بونت. ايه ده الموضوع؟ السموحه والاتصالات 2 بونت، يعني ما بين الاول والثامن 2 بونت، يعني ماتش. بس خلي بالك يا كابتن انه احنا لسه في بدايته، يا جولتين. طيب النهارده الاهلي بيلعب الجزيره، وارد الجزيره يكسب وارد الاهلي يكسب، لو الاهلي كسب 6 بونت زينا زي ال 5 5 و5، الجزيره والاهلي 5 5. الكسبان بياخد كام والخسران كام؟ الكسبان 2 بونت، احنا في دوري السوبر دلوقتي كسبان 2 بونت وخسران بونت، غير المرتبط. المرتبط 3 بونت صح. وبونت الزمالك حاليا هيلعب في نفس التوقيت مع الجيش. الافضليه اكتر للزمالك لانه على ملعبه، ولكن الجيش فرقه محترمه جدا. الاتحاد خسر من الزمالك في الجوله الاولى، في الجوله الاولى. فالزمالك مع الجيش هيلعب الساعه 6 برده بالورقه والقلم 60-40، انما ما الباسكت ما فيهوش الكلام ده، 60-40 زمالك باعتبار ان الافضليه للزمالك عشان ملعبه. صحيح. بس الجيش السنه دي وبالذات مع كابتن طارق خيري ماشي بشكل كويس، و3 بونت بينه، هو 3 بونت والزمالك 4 بونت، الموضوع قريب جدا. ده غير ان احنا في الباسكت احنا كلنا متفقين ان مفيش فرقه ضعيفه وفرقه جامده، وارد اكسب اي حد جوه ملعبي او بره ملعبي. طب خلينا يا كابتن عايز اعرف يعني بقى نتكلم فنيا، احنا اتكلمنا حلو قوي في كل ظروف المباراه، بس محتاجين بقى نتكلم فنيا بقى حاجات اللي هي بتاعه الباسكت بول. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل معاكم تغطياتنا الحصريه والمستمره لمباراه كره السله النادي الاهلي ونادي الجزيره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم تغطياتنا الحصريه والمستمره لمباراه كره السله الاهلي والجزيره في الدور الثالث دوري المرتبط، او اسف دوري السوبر. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6 ان شاء الله، يعني مباراه مهمه وكلمنا فيها. بس هرجع لضيوفي كابتن اسلام علي وكابتن خالد مصطفى. كابتن اسلام، خلينا نتكلم بقى يعني اعمق شويه في الفرقه، نمسك مركز مركز في النادي الاهلي، مركز صانع الالعاب، مركز الشويط، الجارد، السناتر. كلمني على المركز مركز ويعني المانوفر اللي يقدر يعمل بيه كابتن اشرف توفيق النهارده المباراه. ابدا الاول بنادي الاهلي ولا نادي الجزيره؟ لا نادي الاهلي، خلينا في نادي الاهلي. في ميزه عندنا في النادي الاهلي ان اكتر من لعيب عنده حلول فنيه وحلول فرديه، بمعنى هو طبعا احنا عارفين كابتن اشرف شغله منظم قوي وبيحط سيستم واللعيبه كلها بتبقى حافظه شغله كويس جدا، بس انت بيجي عليك في وقت في الملعب، احنا طبعا كلنا عشنا الاجواء دي، ان قرار اللعيب هو اللي يعني خلاص اللعيب بياخد قرار، مثلا سيت بلاي معين وقف فاللعيب بقى بياخد قرار، الوقت طبعا ما بقاش مساعد، فاضل 7 8 10 ثواني اللعيب ياخد قرار. فاللعيبه اللي بتبقى عندها حلول بتبان بقى في الاوقات اللي زي دي. الميزه عندنا ان انت عندك اكتر من لعيب عنده حلول. عمرو الجندي طبعا واحد من الناس اللي عندها حلول، اليكس يانج. عمرو الجندي عنده حلول وعنده روح، دي مهمه جدا، روح جبار. احنا بس بنتكلم جزء فني، انا بس بايظه ويه كده. فعمرو الجندي من اللعيبه اللي عندها حلول، اليكس يانج طبعا محترف من اللعيبه اللي عندها حلول، بيخش وبيشوط. محمد ابو النصر مقاتل بصراحه من اللعيبه اللي عندها حلول. حاتم البحيري ممكن يكون مش بس من اللعيبه اللي عندها حلول، لا ده كمان بيقدر يلعب في اكتر من مركز، بدايه من بوينت جارد لحد بوزيشن 4 كمان. انا بيعجبني قوي حاتم البحيري. من اللعيبه اللي تقدر تستخدمهم في اي مركز. صحيح. لان هو بوينت جارد طويل وقوي، يقدر يدافع على القصير وعلى الطويل، ففي حلول كتير.
حط بقى عليهم بقى اتنين بوينت جارد مخلصين جدا. يعني ايه مخلص؟ يعني هو بيعرف يخدم على اللعيبه، بيعرف ازاي يشوط اللعيبه، بيعرف امتى يطلع الكره من ايده، مش اناني. سواء مودي جرحي او مودي الصغير محمد مصطفى. وطبعا مودي جرحي في الحته دي من سنين، انا عن نفسي لعبت جنبه وعارف معنى الكلام اللي انا بقوله. وانا كمان لعبت جنبه، هو بينكر لدرجه ان احنا كنا يعني خد يا مودي انت خلص خد راي انت. لا لا، هو بيعرف يشوط، بيعرف امتى، بيعرف عدله اللعيب. الكلام الناس اللي فاهمه باسكت يعني فاهمه المصطلحات اللي انا بقولها دي. اللعيب مثلا بيبقى طالع على شوطه ليه عدله معينه. هو اللي اداني الباصه يا كابتن بتاع الدوري 2012 اللي خلصت بيها، كانت بالمناسبه مع نادي الجزيره، اللي اداني في الكورنر انا اديتها له تاني مش عايز شوطها. قال لي خد اللي هي كانت في طنطا، كانت في طنطا اللي هي حسمت مباراه الجزيره وحسمنا الدوري. مظبوط. ادهاني اديتها له تاني ما كنتش عايز شوطها. هو مصر، لا انت احسن مني خد شوط. من اللعيبه اللي هايلين اللي بيعرفوا ازاي يشوط اللعيب ان تايم وعلى العدله بتاعته، مش باصه متاخره، مش عاليه، مش واطيه. فده مودي جرحي، ووراه مودي محمد مصطفى شارب منه الحته دي. رايك كده يا كابتن خالد برضه؟ بس انا رايي في الحته دي ان انت يعني برضه لازم يعني هو مودي الجرحي بيلعب الفرقه كويس قوي وبيلعب اللعيبه اللي معايا، بس برضه انت لازم تاخد التراي بتاعك. يعني انت لازم انت في الوقت المعين، احنا كنا زمايله في الملعب بنقول له كده، بنقول له يعني خد انت كمان تراي. ما لو ما شطتش مع اللعيبه هتسيبك، كمان شوتر ما هوش مثلا. لا هو بيعرف يشوط طبعا، بيعرف ايه ده شوتر شويت يعني شوتر، وعنده ثقه وبيعرف يلعب الماتشات المهمه ما بيقلقش. طب خالد يعني برضو انا شايف محمد مصطفى مودي اضافه جامده جدا. جدا احنا كان عندنا مشكله في المركز ده بالظبط، خاصه مع رحيل رامي جبيدي بالسعوديه. ده عندنا مشكله، مودي شايف ملل المركز ده مع مودي الجرحي محمد مصطفى مودي. يعني طبعا هو طبعا لعيب كويس جدا، بس انت يعني انت اوريدي انت عندك كمان يعني بحيري في نفس المركز. انا بتكلم بس يعني الاسلام قال حاجه كويسه قوي على البحيري. بحيري بيتعامل بيه مانوفر اهو. بحيري بالمناسبه رقم 77 ده اللي احنا بنتكلم عنه، لعيب طويل بتعمل مانوفر ممكن ينزل واحد اثنين. احنا بنتكلم على صانع العاب الصرف. مودي محمد مصطفى مودي الحقيقه ابن نادي الاهلي، راح 3 سنين مصيره اتصالات ورجع. او التامين خد خبره طبعا لما لعب هناك شويه. شايف يا كابتن فادي المسد المكان ده؟ يعني طبعا محتاج برضه يطور من نفسه، ومحتاج ياخد خبره شويه، محتاج ياخد شويه خبره. رايك يا كابتن اسلام؟ رايي انه محتاج ياخد خبره جوه النادي الاهلي بالظبط. انما الولد هقول لك، الولد بصراحه فارق جدا الاعاره دي، ودي من الحاجات اللي فادتنا في الاعاره. الولد في النادي الاهلي ما كانش بياخد مساحه، لان كان في مكانه مسحوق لما راح اعاره، اترمى في الملعب سنين. الولد راجع، لا باين عليه الفرق. المحترف الامريكي اهو بتاع فريق الجزيره. اشول زي ما بيقولوا. لعيب سوبر صراحه، لعيب فريق الجزيره. لا فريق تاني، وفي شعوط اهو لاعب النادي الاهلي السابق، ويعني مجموعه تاني مجموعه. لا الفرقه فرقه الجزيره الجيزه اهو، يعني بتهيألي مجموعه. لا مجموعه كويسه كابتن، مباراه تبقى صعبه. لا طبعا طبعا، وعدد اللعيبه اللي عندهم حلول زينا كتير. كابتن اشرف توفيق وكابتن سيد مصطفى المدير الفني على اليمين، كابتن اشرف توفيق وكابتن سيد مصطفى على الشمال. واضح ان التباعد يعني حتى بيلقي بزرار في الاول، بس الاول ما نبدا بعد كده بنشرب من نفس الازازه، هيبقى في بوس واحضان خلاص تنسى كل حاجه. بس ده المباراه مش عايز اقول لك ان ممكن نفس الازازه تلف على 12 لعيب. مفيش وقت لسه افكر في كورونا. اتفضل يا كابتن اسلام. ففرقه الجزيره برضو عندهم حلول كتير جدا، وعندهم نفس ميزه البوينت جارد اللي انا قلتها على النادي الاهلي، مودي. بس ايه، في الجزيرة في سنة بقى اللي ممكن يبقى عايز يلعب، اللي هو وليد عبد الجواد، وهو لعيب هايل على فكرة. ونفس الكلام محمد احمد اللي هو جيزة، اتنين بوينت جارد على اعلى مستوى، بس عنده سنة حتة انه عايز اجيب انا. فممكن حتة زي دي الحتة اللي خالد بيقول عليها. بالظبط. هم هناك في الجزيرة البوينت جارد الاتنين عايزين يروحوا على الحلقة، ممكن تفقده باصة لشوتر في وقت معين في زاوية معينة ما يشوفهاش. يا عيني عليك يا كابتن. صح. ما هو انا كنت شوتر. وكنت ببقى عايز لما قلبت بقى على الجنب، انا كنت بلاي ميكر. كنت بعمل الحتة دي، لما قلبت على الجنب كنت عايز لعيبة تشعر تشوطني. عذبتني يا كابتن. مودي كان بيعرف يعمل دي. عذبتني يا كابتن. حد قالك تقلب؟ لا جميلك عشان دي تقلب. كل ما الوقت يعدي بنقلب لحد ما بقيت بوزيشن فور. بس انا يعني عاجبني كابتن اسلام بيقول انه اللعيبه لازم هو ياخد التراي، يعني التراي بتاعه مهم جدا يعني، وبس في حدود. كابتن خالد مصطفى في حدود، خلي بالك. طيب خلينا استاذنكم يا كابتن، معلش بعد اذن حضراتكم هنروح لارض الملعب، ومراسلنا محمد توفيق عنده لقاءات مهمه عشان يلاقي طبعا اجواء المباراه ويقول لنا اخبار الفرقتين. اتفضل محمد.
مساء الخير يا كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي الابطال في كل مكان. يعني يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الابطال ومباراه الجوله الثالثه من دوري سوبر الرجال ما بين الاهلي والجزيره. يمكن الاجواء هنا داخل صاله النادي الاهلي اكثر من رائعه، جو من الود يعني بيجمع الفرقتين، كابتن اشرف توفيق من النادي الاهلي وكابتن محمد الكرداني من نادي الجزيره. يعني يمكن اجواء اكثر من رائعه، ان شاء الله نشوف مباراه تليق باسم الفرقتين، يمكن عودة تاني للمنافسات المحلية بعد توقف يعني دام أكثر من شهر نظرا لمشاركة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا اللي هتقام في رواندا إن شاء الله في أغسطس المقبل بإذن الله. يمكن منتخب مصر حقق نتائج أكثر من رائعة في التصفيات اللي جرت في تونس هذا الشهر، وإن يعني النادي الأهلي بينقصوا بعض الغيابات المؤثرة، أكثر من 6 لاعبين غايبين بسبب الإصابة النهاردة: إيهاب أمين، عمر طارق، أحمد حمدي، أحمد مهيب، عبد الفضيل إبراهيم، وكمان أحمد السلعاوي اللي بيغيب منذ فترة طويلة. وعشان نتكلم عن المباراة والفريق بشكل أكبر بينضم لنا كابتن أحمد الجرحي المدرب العام للفريق. كابتن أحمد، يعني يمكن عودة بعد أكثر من شهر من التوقف، غيابات بالجملة، شايف المباراة زي النهاردة؟ الأول برحب بيك وبرحب بكابتن هيثم السعيد وبحب اعزيه على حاله الوفاه اللي عنده، وبرحب كابتن اسلام علي وكابتن خالد مصطفى اللي وحشني جدا بقالي كتير ما شفتوش، واهلا بيكم نادي الاهلي. اللقاء النهارده طبعا لقاء مهم، نادي الجزيره فريق كبير زي ما حضرتك قلت ان احنا عندنا ناقص 6 لعيب بس، يعني المفروض بقى خلاص الحمد لله احنا عندنا 4 5 ناشئين كويسين يقدروا يعوضوا الغيابات. الغيابات ان شاء الله قريب قوي هتبقى موجوده، يعني اي ظروف بتحصل، اي الفرقه اللي عايز تاخد بطوله، اي ظروف بتحصل لها على مدار الموسم سواء اصابات او اي مشاكل لازم تتغلب عليها، يعني مفيش اعذار، فان شاء الله خير ومستعدين للمباراه. كابتن هيثم والضيوف معاه في الاستوديو بيباركوا لك على الخطوبه، بقول لك ان شاء الله تبقى بدايه لحياه سعيده وموفقه. شايف الظروف والغيابات النهارده كمان في ظل المنافسه بادئه بدري قوي، يمكن الفرقتين الاهلي كان لم يوفق في مباراه وتم الفوز مباراه، الجزيره فاز مباراتين، شايف كل الاجواء دي ازاي في المنافسه من بدري؟ زي ما قلت لك بالذات اهلي، جزيره، زمالك، اتحاد، 4 فرق مستوى قريب جدا، اي ماتش بينهم مباراه بطوله، مباراه مهمه يعني في تحديد المراكز، لان طبعا اللي بياخد مركز من اول او تاني بالذات بيقدر ان هو قرعته في البلاي اوف تبقى احسن، بياخد ادفانتج يعني ان هو بياخد جيم زياده او بيبدا بجيماته على ملعبه، فمهم الجيم مهم. الجزيره جاهز والجزيره خارج من مكسبين طبعا، وان شاء الله كمان الاهلي جاهز باذن الله، ويكون النهارده يعني الكلمه لينا باذن الله. هل غياب الاهلي على المشاركات الرسميه لفتره طويله بسبب ارتباطات المنتخب والجزيره كان لسه بيلعب في بطوله دوري القاهره او منطقه القاهره، شايف ان ده ممكن يفرق شويه في الاداء في الملعب؟ اكيد هم عندهم رتم المباريات طبعا، لان هم خارجين من بطوله لعبوا فيها 4 5 ماتشات، كنا بنتمنى نلعب البطوله دي في ظل الغيابات، برضو كنا عايزين نلعب البطوله، لكن كان في اصرار من منطقه القاهره على عدم تعديل جدول البطوله، لان احنا قلنا هنلعب بالاولاد يعني بقيه اللعيبه اللي كان معانا اللي ما عندهمش اي اصابات، زائد لعيبه ال 20 سنه هنلعب بيهم، ففي نفس الوقت اتعملت تصفيات بطوله الجمهوريه تحت 20 سنه، فبقى ما فيش لعيبه اصلا تلعب بيها، يعني كان كل اللي موجود 6 لعيبه ما تقدرش تلعب بيهم ماتش، القايمه اصلا 12 لعيب السكور شيت 12 لعيب، كنا هنكمل من ال 20 سنه وهنلعب البطوله بحيث ان احنا نجهز الموجودين وان احنا نجهز الاولاد الصغيرين اللي معانا النهارده زي مالك وعمرو زهران وعبد الله وغيرهم زي مؤمن خيري وزي محمود وليد برده اوريدي معانا، فما قدرناش لعدم اكتمال القايمه، فاكيد هم تمبو الماتشات معاهم اكتر مننا، بس احنا حاولنا ان احنا نعوض ده جوه التمرين. الاصابات يا كابتن، هل الاصابات اللي في الفريق يمكن 5 اصابات باستثناء السلعاوي، هل حد هيلحق ماتش الزمالك ولا الاصابات مكمله ماتش الزمالك على ماتش مهم يوم الجمعه الجايه ان شاء الله؟ لا باذن الله ان شاء الله السلعاوي نفسه ممكن يبقى موجود في ماتش الزمالك، عمر طارق اصلا كان ممكن النهارده ياخد جزء من الماتش، لكن برده كان حرصا يعني ان الاصابه ما ترجعش تاني، ان شاء الله هيبقى متواجد في المباراه القادمه، وعبد الفضيل باذن الله هيبقى متواجد، مهيب باذن الله هيبقى متواجد، ممكن احمد حمدي بس وايهاب امين هم اللي لسه قدامهم شويه، بس اغلبيه الاصابات باذن الله هتبقى موجوده خلال بكره او بعده في التمرين باذن الله، هم اوريدي بيتمرنوا معانا. شكرا يا ابني، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن هيثم، يمكن طالما اتكلمنا على الاصابات معانا واحد من نجوم الفريق نطمن عليه وعلى اصابته، كابتن احمد مهيب. يعني احمد طمنا عليك في البدايه، الاصابه وصلت لحد فين وطمنا؟ والله الحمد لله، يعني انا الحمد لله رجعت مرنت امبارح واول، بس يعني كابتن اشرف ما فضلش ان انا اشارك في الجزيره يعني، بس ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه هبقى جاهز.
الحمد لله معظم المصابين رجعوا الحمد لله، يعني جهاز الطب الصراحة تعبان معانا الفترة دي، كان في إصابات كتير بس الحمد لله يعني هو أحمد حمدي بس لسه بعيد شوية، لكن الحمد لله يعني معظم الإصابات كلها نزلت الملعب، في ناس نزلت تمرين امبارح، عمر نزل، عبد الفضيل نفس الكلام، فالحمد لله يعني الإصابات ابتدت ترجع. تحيات كابتن هيثم سعيد في الاستوديو ليك ونجومه الكبار في الاستوديو ضيوفه بيحيوك، بتمنالك ان شاء الله ترجع بسرعه. اخيرا هنقول الاجواء بقى داخل الفريق وكلامك مع زمايلك كنت بتكلموا فيه قبل المباراه واستعدادهم للمباراه النهارده. تحيه طيبه طبعا للكابتن هيثم وضيوف الكرام يعني، وبقاء لله الكابتن هيثم. يعني ان شاء الله النهارده ماتش مش سهل خالص، فريق جزيره لسه لعب بطوله منطقه واخد رتم الماتشات، احنا مريحين بقالنا فتره، في ناس كانت مصابه لسه راجعه التمرين يعني، والنهارده اول ماتش هنجتمع بقالنا كتير، ماتش مش هيبقى سهل خالص، فان شاء الله يعني باذن الله نعمل اللي علينا ونكسب باذن الله. شكرا كابتن، اتمنى لك التوفيق والعوده سريعا ان شاء الله. كابتن هيثم دي كانت لقاءاتنا واجواءنا هنا من داخل صاله النادي الاهلي بالجزيره، الكلمه لحضرتك ودي فكرة زميلنا محمد توفيق، شكرا جزيلا من ارض الملعب. يمكن كان لقاءات مهمه قابلنا طبعا او التقينا مع كابتن احمد الجرحي، بالمناسبه بيقول له الف مليون مبروك على خطوبته مع او يعني اعلن عن خطوبته من يومين مع الكابتن امين عاطف لاعيبه النادي الاهلي لكره اليد في داخل نطاق البيت الكبيره النادي الاهلي. وكمان شفنا لقاء مع احمد مهيب الحقيقه احد اللاعبين اللي كانوا اضافه كبيره للنادي الاهلي، والحمد لله اطمنا عليه وبشكل كبير، مجموعه من الاصابات الكتير هتلحق وترحق مباراه الماتش القادم ان شاء الله، بس احنا مركزين النهارده في مباراتنا. الحاجه الثانيه طبعا شفنا في ارض الملعب وجود الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، حضر المباراه وكان موجود في المقصوره، وكنا شفنا طبعا بجواره الاستاذ جمال جبر طبعا مدير المركز الاعلامي او رئيس المركز الاعلامي في النادي الاهلي، وشفنا الحقيقه فيه اهتمام كبير من قبل المسؤولين في النادي الاهلي. طيب لازم نروح لارض الملعب، بتالي خلاص لحظات وتنطلق، اخد توقعات حضرتك كابتن اسلام سريعا. ان شاء الله فوز اكتر من 10 بونت للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن خالد يعني ممكن اكتر من 10 بونت شويه ان شاء الله. طيب اعزائي المشاهدين نطير الى صاله الامير عبد الله الفيصل عشان ننقل لحضراتكم مباراه كره السله الاهلي والجزيره طبعا في الدور الثالث في دوري السوبر، صاله الامير عبد الله الفيصل مقارنه النادي الاهلي بالجزيره، ولكن بعد الفاصل ونطلع بعديها على المباراه مباشره فعلا هناك.